السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، نجدد الترحيب بكم في حلقة جديدة من برنامج وسارعوا، هذا البرنامج الذي يجمعنا بكم ونحض فيه على فعل الخير في هذا الشهر الكريم وفي اليوم الذي نودع فيه نصف شهر رمضان، الذي لأن له منزلة عظيمة كان للطاعة فيه فضل عظيم ومضاعفات كثيرة، فالمسلم عليه أن يغتنم هذا الشهر المبارك بالطاعات وبالأعمال الصالحة وبالإقلاع عن السيئات، عسى الله عز وجل أن يمن عليه بالقبول ويوفقه للاستقامة على الحق في هذا الشهر الكريم الذي يفتح الله عز وجل فيه أبواب السماء وأبواب الجنة وتغلق أبواب جهنم، إذ قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. لذلك مشاهدينا الكرام، نجد جميع المسلمين في مختلف بقاع الأرض يستعدون لهذا الشهر الكريم ويخصصون الكثير من أوقاتهم لأداء العبادات بكثرة لأن الأجور فيه مضاعفة. مشاهدينا الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج وسائع، هذا البرنامج الذي هو عبارة عن حلقة وصل بين فاعلي الخير وبين الفقراء والمحتاجين، أيضا نعرض من خلاله الكثير من الحالات الإنسانية التي تم دعمها ولا زالت تستحق الدعم. وككل حلقة مشاهدين الكرام، نكون على موعد مع فعل الخير، على موعد مع التكافل ومع كفالة اليتيم، نتسارع جميعا للعطاء والإحسان ونتسابق من أجل الخير والعطاء، ونوجه رسالة للميسورين بأن يساهموا في فعل الخير وليسروا المجال لهم لمجاورة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه المنزلة العظيمة التي سينالها فاعل الخير ومن يتقدم بالأجر للفقراء والأيتام. نذكركم أيضا مشاهدين الكرام بأن مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية تبرعت في رمضان الفائت ل3000 أسرة بمعدل 100,000 ريال لكل أسرة، إضافة لسلة غذائية، وكنا قد عرضناها هنا في برنامجنا هذا العام السابق. 30 أسرة كانت هذه الأسر التي تم مساعدتها، وهذا العام مشاهدينا الكرام يستمر برنامج وسارع وهناك 30 أسرة أخرى سنعرضها في برنامجنا هذا كنماذج، من ضمن 3000 أسرة لكل أسرة مبلغ مالي بقيمة 100,000 ريال يمني، زائدا سلة غذائية مقدمة من مؤسسة الشوكاني للأعمال الخيرية ورعاية الأيتام ممثلة بمديرها العام الشيخ علي بن عبد الله الضبياني. هناك أيضا مشاريع أخرى لهذه المؤسسة كإفطار الصائم ومشاريع أيضا لحوم العيد وكسوة العيد وحفر الآبار والكثير من المشاريع الأخرى. نذكركم هنا مشاهدين الكرام أنه بإمكانكم التواصل بنا عبر الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة، وسيقوم فريق عمل البرنامج بالتواصل بكم، فمن كان لديه قدرة مادية ويريد أن يساهم في فعل الخير، كل ما عليه هو إرسال رسالة نصية SMS على الأرقام المدونة أسفل الشاشة. أيضا مشاهدين الكرام، الحالات الإنسانية التي تستحق الدعم يقوم بإرسال رسالة نصية وسنقوم بالتواصل بهم. نذكركم هنا مشاهدينا الكرام بأنه عرضنا في برنامجنا هذا الكثير من الحالات الإنسانية التي تستحق دعمكم، والتي يجب أن نقف وقفة جادة مع هذه الحالات الإنسانية، وهي حالات في جميع المحافظات اليمنية، وحالتنا اليوم هي حالة لأسرة نازحة، سنتابع هذا التقرير ومن ثم نعود إليكم. الناس للناس كل ينفع الثاني، لا تتركوا يا بشر قصر الوفا مهجور، لو يمتلي كف جودك مسط الثاني، اليوم دارت علي بكرة يجيك الدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
ما يزال برنامج وسارع مستمر بتقديم حملات الدعم والمدد المقدمة من مؤسسة الشوكان لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية، والذي يسعى كل أفراد طاقمه للوصول إلى نماذج إنسانية جار الزمان عليها. وفي هذه الزيارة مشاهدينا نتفقد أحوال أسرة من الأيتام نزحوا من الساحل الغربي بسبب أوضاع الحرب وصعوبة المعيشة، آملين من الداعمين والراعين تقديم يد العون والمساعدة، كل حسب استطاعته وقدرته. فأهلا بكم مشاهدين الكرام. قديمة خير وعطاء ويمام لقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء، يا ديمة خير وعطاء ويمام لقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء، يا ديمة بذل تعطينا، هلت بعطاء تسقينا، أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا، يا ديمة بذل تعطينا، هلت بعطاء تسقينا، أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا، يا ديمة خير وعطاء ويما بنقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء، يا ديمة خير وعطاء ويما بنقاء وسخاء. مجددا نعاود الترحيب بكم مشاهدين الكرام في برنامج وسارعوا وحملة المدد والعطاء وتقديم يد العون من مؤسسة الشوكان لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية، والتي نسعى من خلالها إلى تفقد أحوال وأوضاع الأيتام والأسر المحتاجة والمتعففة، فتابعونا في هذه الحلقة. مشاهدينا، ومن هذا المنزل في أرياف مدينة عدن تستمر حملة المدد والعطاء والوصل مع أسرة أحد الأيتام وأيضا أسرة نازحة من مديرية الجراح في محافظة الحديدة، وذلك بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد. وبداية تكون معنا اسمك يما؟ أم وليد. وأنت وليد؟ أيوة، أهلا بكم. بداية أم وليد، احكي لنا من أين أنتم؟ فين جيتم؟ يا جراحي، متى نزحتم من الجراحي؟ يعني كم لكم وقت لما جيتوا على الجراحي لهنا؟ سبع شهور. من سبع شهور تركتي معكم بيت في الجراح؟ المستأجرين؟ يعني بيتكم بسيط يعني؟ بسيط. وكيف تعملوا بحكاية المصاريف يا مولي؟ وليد يتكلم معنا أكثر مشاكلين. تكلم، تدرس يا وليد؟ صف كم ما شاء الله؟ ثاني. ما شاء الله. من أين أتيتم؟ كيف الأحوال معك؟ أجيت من الجراح. من جراح؟ أي. يعني حال. طيب تركتوا بيتكم بالجراحي بعفشوا كل حاجة؟ أنا لا أقول حاجة ولا بدينا مع أي شيء، لأن بيادي رحمة زي ما ولا بدينا مع حتى حاجة طبعا على الحمد. معاكي بس وليد أنت؟ معي لدي تريني مع ذيلا الذي كتب عمك واحد. يعني أنت خرجتي مع الناس نزحة؟ مع الناس اللي تبعوا في بيتي عمك واحد، وسيرتي أثاثك وعفشك ولا معي أي حاجة ولا حتى وليه بعد ساعات الحصة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حصلت بعدين من حصلتي يعني على الثياب حصلتيها؟ لا والله. إلا لله وإلا إليه راجعون. ولا معاه أي شيء. طيب وأبو وليد كم له متوفي؟
عشر ذاكر بس. عشر سنوات يعني. الله يرحمه. وانت ما عندك اي معيل ثاني حد يتولى امورك؟ ولا معي ولا معي حد. سبحان الله. لا يرحمه. ونعم بالله اكيد. نتوكل عليه فبحسبه يعني. طيب وليد يدرس؟ صف كم يا وليد؟ صف ثاني. صف ثاني. يعني حتى هنا في عدن هو يدرس؟ لا. درسوا لك كل ما تعلم عارف على بنانا حنيف ولا عارف درسوا كل شيء يعني. طيب كيف تسوي بالمصاريف؟ عند من وصلت هنا؟ أنت عند من؟ يا حول الله يا أبو لحن. أنت عند من؟ من عند هذول الناس يقربوا لك اللي أنت جالس عندهم؟ يعني قعوا لكم يعني وأنتم في في ضيافتهم يعني. الله يسلمك خير إن شاء الله ربنا وضعهم مشاهدينا. ايضا هي في غايه السوق وهم بحاجه اكثر وماسه مساعده. نعم. بدنا نلعب يا ابو الحاج اكثر واحد. نعم بالله. وليد بقول لك انه مؤسسه الشوكاني لرعايه الايتام والاعمال الخيريه لها انشطه كثيره يعني. ومن انشطتها الخيريه كمان انه لهم مشروع كبير الان في عدن. انه بيبنوا 1000 شقه واستهدوا فيها اسر يتيمه والاسر المعدومه وايضا الاسر النازحه، ايضا في مساعدات عباره عن مجموعه من الثياب بتقوم المؤسسه بتوزيعها في شهر رمضان، لكن احنا في شهر رمضان وبنيابه عن مؤسسه الشوكان لرعايه الايتام والاعمال الخيريه نقدم لك هذا المبلغ واللي هو عباره عن 100,000 ريال اضافه الى سله غذائيه بيحضروها لك الشباب عشان وليد يعني ينبسط ويعيد وتدبر اموره. لكن اوصيك حاجه انه لازم يدرس حتى انه يعني لك 7 شهور من يوم ما جيت من الجراح وتكلمتوني صح؟ لكن ان شاء الله احنا معاكم متابعين وبنتابعك بسيطة يا موليد. الله كريم يعني. وهذا يعني هذا بداية العام وبداية الضيف زي ما يقولوا، ولكن فريق مؤسسة الشوكان إن شاء الله بيكون راصدكم وراعيكم متابعينكم. لكن وصيكي بس إنه دراسة وليد تظل محافظة عليها. ومن يوم ما غادر الجراحي مشاهدينا الكرام ترك المدرسة ووصلوا إلى هنا في أحوال صعبة وظروف الجميع يعلمها ولم يستقبل دراسته. نتمنى منكم مشاهدينا دعم حالة كهذه الحالات وشكرا لكم. يبقى التذكير لكم مشاهدينا بحجم المعاناة الملقاة على عاتق الفقراء والمساكين، ويبقى الأمل بالله وبالأيادي المعطاءة بفتح نافذة أمل تحاول المساهمة بتغيير واقع مرير يعيشه أخوة وأخوات لنا في هذا الوقت العصيب. فجزى الله المحسنين والداعمين والساعين إلى الخير خير الجزاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذا كما شاهدنا في التقرير هذه حالة صعبة ومحزنة لأسرة نزحت من الجراحي في محافظة الحديدة، ولدينا نماذج كثيرة لأسر كثيرة نزحت من محافظة الحديدة ومن الجراحي تحديدا، وتعاني هذه الأسر وهذه الأسرة تحديدا يعني نزحت وتركت بيتها بكل ومنزلهم بكل ما فيه بكل أثاثه بكل ما فيه وذهبوا إلى منطقة أخرى، وذلك بسبب الحرب الدائرة هناك بسبب يعني مخافة القصف أو مخافة الحرب التي قائمة هناك. وبدلت مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية بدعم هذه الأسرة بمبلغ 100,000 ريال وأيضا بسلة غذائية. وهذا مشاهدينا الكرام كل هذا لا يكفي، لكن هنا نوجه رسالة للميسورين، نوجه رسالة لأصحاب الدخل، نوجه رسالة لمقتدرين ماديا بأن يساهموا في فعل الخير وبأن
يعني يدعموا هذه الأسرة وأمثالها من الأسر، خصوصا في ظل الحرب التي يعانيها وطننا، وخصوصا في الشهر كهذا الشهر المبارك الذي تتضاعف فيه الخيرات. مشاهدين الكرام، سيكون معي مداخلة هاتفية من الشيخ عبد الله با مختار، وهو إمام وخطيب مسجد الأحقاف بمحافظة حضرموت. أهلا وسهلا بك شيخ عبد الله، رمضان كريم وكل عام وأنت بخير. كل عام وجميع بخير، حياكم الله، مرحبا بكم ونشكركم شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة للحديث معكم. نعم، حياكم الله. شيخ عبد الله، نحن في أيام مباركة، في شهر الخير، شهر الرحمة، شهر تتضاعف فيه الأجور، حدثنا عن فضل هذا الشيخ وعن المساهمة والمسارعة في فعل الخير، فضل هذا الشهر والمساهمة في فعل الخير في هذا الشهر الكريم. حياكم الله ومرحباكم. طبعا لا يخفى على الجميع فضيلة هذا الشهر الكريم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهر عظيم مبارك، وصفان عظيمان لهذا الشهر ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففيه تتجلى فعلا البركة في الوقت، البركة في العمل، البركة في الرزق، أيضا البركة في الجزاء. فكل إنسان يجود أو تجود نفسه بأي شيء وبأي عمل وبأي صدقة أو بأي عمل كان، ففيه الجزاء العظيم، فيه البركة في الجزاء، فيه البركة في هذا العمل. يبارك الله عز وجل من خلال ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شهر عظيم مبارك. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، فرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فالجود في هذا الشهر يتجلى بالباري جل جلاله سبحانه وتعالى على عباده بالمغفرة والعتاق من النار. أيضا هنالك يكون الجود أيضا من العباد بعضهم لبعض بالمواساة وإطعام الجائع وسقي الظمآن وتفضيل الصائمين والرزق بالناس. أيضا الجود على الأيتام، على المساكين، على الفقراء، على المعوزين، على المحتاجين. فبذلك يكون هذا الجود بالنفس والمال حتى تتحقق الغاية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من الصيام في هذا الشهر، كما قال عزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتحقق هذه التقوى بأننا عندما نحقق هذه التقوى بأعمال الخير، أن نسابق ونسارع في أعمال الخير خصوصا في هذا الشهر الفضيل. نعم، فضيلة الشيخ، يعني هناك بحسب آخر الإحصائيات الدولية هناك 80% من اليمنيين يرزحون تحت خط الفقر، يعانون من المجاعة، وتضاعف هذا الوضع بفعل الحرب التي تدخل عامها الرابع، وإن شاء الله يكون هو العام الأخير. يعني ما هو دور الميسورين، دور المقتدرين، دور من لديهم القدرة المادية، يعني ما هو دورهم في أن يساهموا في فعل الخير ويقدمونهم في هذا الشهر الكريم؟ فعلا بالأوضاع المعيشية والوضع بالذات الاستثنائي الذي تعيشه اليمن خصوصا في هذه الفترة مع الأزمات المتفاقمة والأحداث المتوالية، هذا الأمر يعني فعلا الكثير الآن صار يعاني من ضيق العيش. وهكذا على ما ذكرت من الأحصائيات تذكر 80%، وقلت أكثر حال حتى من هذه النسبة. أنا رسالتي صراحة في هذا الشهر الفضيل لكل المسؤولين من التجار والمقتدرين أيضا أن تكون هنالك شراكة. يعني لا يستطيع ربما الشخص أو التاجر بمفرده أن يفرغ كل الفقراء، لكن إذا كانت هنالك شراكة بين التجار كل في مناطقهم في محافظاتهم في 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 في, في بلدهم، أن يكون هناك شراكة قوية جدا، أن يكونوا في هذا الشهر الفضيل أن يسعوا إلى يعني من خلال شراكتهم إلى تغطية أكبر قدر ممكن من حاجة الناس، خصوصا في هذا الشهر، من إطعام المساكين والمحتاجين والزكاة والصدقات عليهم وهكذا، وإنشاء هذه المشاريع الإغاثية التي من خلالها يستفيد الكم الهائل، لا الكم اليسير وإنما الكم الهائل من الناس. نعم،
عمل الخير فضيلة الشيخ هو عملية تكاملية ما بين المواطنين جميعا وما بين أيضا منظمات المجتمع المدني وأيضا الجمعيات الخيرية. في ظل الوضع الحالي في اليمن هناك دور كبير لهذه الجمعيات. برأيك فضيلة الشيخ يعني لدينا هنا مثلا مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية، حدثنا بعمومية عن دور الجمعيات الخيرية وعن دور هذه المؤسسة خاصة. خصوصا فعلا يعني بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الخيرية فعلا لها دور واضح وملموس، لكن كما أشرت الذكر يعني الجمعية بمفردها لن تستطيع أن تغطي احتياجات الناس، ما لم تكون هناك شراكة فعلا قوية بين هذه المؤسسات. نحن جربناها مثلا عندنا في 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 حضرموت في بعض المشاريع الخيرية، مثل إقامة بعض المشاريع مثل المخيمات، مثل المشاريع الإغاثية أيضا، مثل المشاريع التي عملناها مثلا الإخوة النازحين من المحافظات الأخرى المنكوبة من جراء هذه الحروب والأزمات. رأينا أنه فعلا هناك شراكة في هذا العمل تعطي صراحة إنجاز كبير جدا في نحن نغطي، نستطيع أن نغطي بأريحية كاملة أي مشروع إغاثي لأي كان من الناس، وكان النازحين أو كان الموجودين في داخل البلد. الشراكة صراحة لها دور قوي جدا ومجربة عندنا، جربت في كثير من المشاريع فعلا أعطت ثمرة وكان النجاح واضح وملموس. نعم، هناك يعني مشاريع يعني لابد أن تقوم بها هذه المؤسسات، ولدينا هنا مشروع لمؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية وهو مشروع مدينة اليتيم. هذا المشروع يعني الأول من نوعه والضخم، يعني برأيك فضيلة الشيخ انطباعكم عن مشروع كهذا، المشروع الذي هو عبارة عن 1000 شقة سكنية توزع للأيتام، ويعني هو مشروع أول من نوعه على المستوى ممكن على اليمن ممكن على العالم العربي عموما. نعم، مثل هذه المشاريع صراحة جيدة جدا، يعني نتمنى مثلا تحضر مثل هذه المشاريع، ونتمنى أن يحذو الجميع مثل بعمل مثل هذه المشاريع، سواء كان في جانب الإسكان أو في جانب الإغاثة في مجال التغذية أو في مجال الصحة أو في أي مجال من هذه المجالات الإغاثية. نتمنى من الجميع فعلا سواء كتجار او كمؤسسات وجمعيات خيريه ان تحدو مثل هذا، ان تحدو بان تكون مثل هذه الاعمال الجباره التي فعلا تنفع ويكون اثرها واضح في المجتمع. نعم فضيلة الشيخ، كلمه اخيره في نهايه هذا اللقاء توجهها للمشاهدين الكرام. المشاهدين الكرام، والله وجه هذه الكلمه ان الكل شخصا في المجتمع أن يقوم بدوره، سواء كان من الدلالة على الخير أو كان من الإنفاق من ماله الخاص، لأنه خصوصا التلمس حاجات الأسر المعترة في المجتمع هذه مسؤولية الجميع، ليست مسؤولية التجار. ربما التاجر، ربما المؤسسة الخيرية، ربما لا تستطيع مفردها أن تصل إلى الكم الهائل من الناس، لكن هذا دور على الجميع. كل من يرى أو يتلمس أو يجد مثلا من هناك من الأسر فعلا المحتاجة في أي مجال من المجالات، وكان في مجال الاجتماعي أو الصحي أو غيره، أن يكون له إسهام، إما أن يكون بماله حتى ولو يسير المال، أو أنه بالدلالة على الخير بمعرفته وشفاعته عند أهل الخير وعند التجار وعند المؤسسات الخيرية والجمعيات وغيرها، أن يكون له دور مساهم حتى ينال الأجر في هذا الشهر الفضيل الذي تضاعف فيه الحسنات والأجور كما أثبتنا الذكر. فضيلة الشيخ عبد الله بن مختار إمام وخطيب مسجد الأحقاف بحضرموت، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدين الكرام، كان معي فضيلة الشيخ عبد الله بن مختار وتحدث عن فضل هذا الشهر الكريم وأنه تتجلى فيه البركة وحظ على فعل الخير، وتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون كريما أو كان أجود ما يكون في رمضان، فيجب أن نقتدي برسولنا عليه الصلاة والسلام وأن نساهم في فعل الخير ونتسارع في فعل الخير بالذات في هذا الشهر الكريم. أيضا عرج فضيلة الشيخ عن دور الجمعيات الخيرية، ومن هنا أشاد أيضا بدور مؤسسة شوكاني بمشروعها أو مشروعها الخلاق وهو مشروع مدينة اليتيم
والتي هي عبارة عن 1000 شقة سكنية، ودعا جميع الجمعيات الخيرية ودعا يعني المانحين ودعا كل من لديهم القدرة بأن يساهموا أو يحذوا حذو هذا المشروع ويقتدوا به. وأيضا وجه رسالة للميسورين، وجه رسالة أيضا للجميع، لجميع المواطنين، أن نتلمس حاجات الأسر المعسرة، وأن نتفقد جيراننا، نتفقد من حولنا، أن نساهم في فعل الخير بالذات في شهر كهذا الشهر الكريم. نؤكد هنا مشاهدينا الكرام أنه يعني لا زال الخط مفتوح، وإمكانكم إرسال رسالة. كل ما عليكم هو إرسال رسالة نصية SMS على الرقم المدون أسفل الشاشة، وسيقوم فريق عمل البرنامج بالتواصل بكم. الحالات الإنسانية التي تجد أنها تستحق الدعم وتعاني من وضع بائس، كل ما عليهم هو إرسال رسالة نصية بكلمة وسارعوا، وسيقوم فريق عمل البرنامج بالاتصال بهم. أيضا مشاهدينا الكرام، من لديهم القدرة المادية، من يعني لديهم الملاءة المالية ويريدون أن يساهموا في فعل الخير، عرضنا الكثير من النماذج مشاهدينا الكرام التي تستحق الدعم. وهذه النماذج هي عبارة عن مساهمات من مؤسسة الشوكاني ودعمتهم كنماذج من ضمن 3000 أسرة قامت بدعمها مؤسسة الشوكاني، ونعود وبدعم هذه الأسرة. سنشاهد هذه الحالة مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ومن ثم نعود إليكم. مشاهدين الكرام في برنامج وسارع، هذا البرنامج الذي نساهم فيه في فعل الخير، وندعو إلى دعم الفقراء والأيتام والمساكين، ونكون عبارة عن حلقة وصل ما بين الداعمين وما بين الفقراء والمساكين، نحاول أن نمد يد العون للجميع. مشاهدين الكرام، هناك واجبات تجاه يعني نقوم بها نحن كمجتمع، نقوم بها أيضا كجمعيات خيرية نحو اليتيم، وهذه الواجبات تكون عن طريق مثلا رعاية اليتيم ماديا، وذلك بأن يساهم الجميع وبأن يغدق الناس عليه بالأموال التي يستطيعون أن يعني يقوي بها جسده، ويستطيعون أن يعني لا يقتصر الإنسان فيه بالمال فحسب أيضا، بل يساعده على الكسب، وبأن يعتمد على نفسه، بأن يستطيع لديه القدرة على الاعتماد على ذاته. وإن كان مثلا يعني هناك عدة أعمال يستطيع أن بإمكانهم أن يقوموا بمعاهد، بإمكانهم أن يساهموا بإنشاء مدارس أيضا يتعلم اليتيم فيها وعن طريقها أيضا. وهنا نتذكر ما قامت به في مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية في إطار مشروعها الذي هو مشروع مدينة اليتيم المكون من 1000 شقة سكنية، بأن قامت هذه المؤسسة ستقوم ضمن هذا المشروع بإنشاء معاهد تقوم فيها بتعليم اليتيم، وأيضا أسرة اليتيم بحيث تكون من الأسر المنتجة التي تعتمد على نفسها. وأيضا هناك مدارس في هذه المدارس، وهناك أيضا أسواق ضمن إطار هذه المدينة، وهو مشروع نستطيع أن نقول مشروع متكامل. أيضا مشاهدينا الكرام، لا يقتصر رعاية اليتيم على دعمه ماديا فقط، بل أيضا يجب أن نساهم في رعاية اليتيم صحيا، وهنا واجبنا وواجب الأفراد، وذلك إذا مرض اليتيم وعلم الناس بذلك وجب عليهم أن يساعدوه، أن يعالجوه، وأن يقوموا بكفالته صحيا. وثانيا هنا أيضا يأتي واجب الدولة مشاهدين الكرام يعني نحوهم، أن تقوم بتأسيس يعني دور الرعاية الصحية للأيتام، لا يقتصر على منظمات المجتمع المدني. منظمات المجتمع المدني تقوم بحدود المتاح لديها، لكن أيضا هنا لا نتناسى دور الدولة التي تقوم بتأسيس دور الرعاية الصحية للأيتام وتوفر لهم أعلى رعاية صحية. في جانب آخر أيضا يجب أن يتوفر لليتيم الرعاية الأسرية، وذلك يعني بمعنى
يعني إذا جاء شاب وأراد الزواج فيجب على المسلمين أن يشاركوا، وهو من الأيتام طبعا، يجب على المسلمين أن يشاركوا في تزويجه حسب الاستطاعة. وكذلك إن تقدم لخطبة امرأة وكان حسن الأخلاق وحسن الطباع فلا يتردد من سيتزوج منهم في تزويجه. وأيضا قبل هذا كله مشاهدينا الكرام، سيجب علينا كفالة اليتيم بالسكنة، وذلك أن تقوم الدولة ورجال الأعمال والمؤسسات بتوفير السكن الملائم لهم. سيكون لدي اتصال هاتفي مشاهدينا الكرام معي. نعم، من أبين عبد الله إبراهيم من أبين، أهلا وسهلا بك عبد الله، رمضان كريم وكل عام وأنت بخير. علينا وعليكم إن شاء الله، كيفك أستاذ؟ الله يسلمك أخي الكريم، حدثنا عن حالتك، عن وضعك، عن يعني كيف تعيش يا عبد الله في أبين؟ بعيش يعني كله الأمور بيد الله. نعم. كنا عايشين عند جدي بعد ما توفى الوالد، رحنا فترة يمكن سنتين أو ثلاث سنين، بعدين جدي زوجتي ماتت، يعني حضرتي ماتت جدتي. نعم. رجع اتزوج فوقا ثاني يعني بدلها. نعم. وبعدين رحنا عشنا عندهم ما ناسبنا الجو، ورجعنا يمكن من سنة البلاد. والآن هلا يعني الآن هذا الوقت الحالي عايشين في البلاد، وأنا خرج يعني بشتغل بعد باني بعض أحيان، بشتغل بعض أحيان حمال بعض أحيان، الحمد لله. أنت تقصد في البلاد، أنت الآن في البلاد اللي هي في أبين، فين في أبين يا عبد الله؟ كيف؟ فين في أبين؟ الصوت واضح. نعم نعم أنا أسمعك بوضوح، لكن سألتك يعني في أي منطقة في أبين أنت حاليا؟ أنا ساكن في مديرية موديس معابد. نعم. أبين. نعم. طيب عبد الله، يعني هل هناك مصدر دخل يعني لهذه الأسرة؟ على ماذا تعولون أسرتكم في ظل الوضع هذا؟ يعني متوكلين على الله. نعم. كل الأمور بيد الله، بعدين أنا بشتغل بس. نعم. يعني الوالد بدون راتب، بدون معاش شهري، بدون. طيب كم معك أولاد يا عبد الله؟ مننا كامل ثمانية مع الوالدة، مع الوالدة اثنين عيال وخمس بنات. إذا أخي عبد الله بإذن الله سنقوم بالتنسيق ما بينك وبين مؤسسة شوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية، وسيقوم فريق عمل البرنامج بالتنسيق بكم ما بينكم، وإن شاء الله سينالكم الخير، وتقوم مؤسسة شوكاني بدعمكم بحدود المتاح لديها. إذا مشاهدينا الكرام، كما تحدثنا، تعتبر كفالة اليتيم من أعظم أبواب الخير التي حثنا عليها ديننا الإسلامي الحنيف، وتحثنا عليها الإنسانية، تحثنا عليها الأخلاق. وقد جاءت آيات في ديننا الإسلامي، جاءت آيات في القرآن الكريم دالة على بيان فضل رعاية اليتيم وعظم أجر كفالة اليتيم. فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وفي هذه الآيات نجد حرص الإسلام على فتح أبواب الخير للإنسان، وعلى دعم اليتيم، وعلى كفالته كي ينفق، وأيضا حرص الإسلام ورسالة للمجتمع أن ينفقوا ويبذلوا ويتقربوا بها إلى الله عز وجل بدعمهم للأيتام ودعمهم للمحتاجين، لينالوا الرضا والرضوان والنعيم المقيم إن شاء الله. وأيضا من أجمل القربات التي وجه إليها الإسلام كفالة اليتيم، فلقد اهتم الإسلام بشأن اليتيم اهتماما بالغا، من حيث تربيته، وأيضا من حيث معاملته، وأيضا من حيث رعايته وضمان وجود حياة كريمة لهذا اليتيم، وتوفير أيضا مشاهدين الكرام سبل العيش الكريم لهذا اليتيم. فقد أوصى الإسلام بكفالة اليتيم، وهي من الأعمال الطيبة التي حظ عليها ديننا الإسلامي، وأيضا تقدسها جميع الشرائع السماوية وتقدسها المجتمعات في مختلف الأزمان. سيكون لدي اتصال آخر. زوجة الشهيد إيهاب من عدن، أهلا وسهلا بك زوجة الشهيد إيهاب. Hello. نعم أختي، أنت على الهواء مباشرة في برنامج وسارع. رمضان كريم وكل عام وأنت بخير. أنت بخير إن شاء الله. أختي الكريمة، حدثنا عن وضعكم، عن حالكم بعد وفاة الشهيد. حالتنا يعني شغلة،
يعلم الله فيها. نعم. احنا يعني مأكلين ايتامة واني ما عندي بيت واني يعني واطلع اهلك ما خلوني استمر عندهم بالبيت وكذا، واني جالسة في فندق ما عندي بيت. طيب اختي الكريمة، انت من ابناء عدن او نازحة؟ انتوا من ابناء عدن ام نازحة اختي الكريمة؟ ألو؟ نعم اسمعك بوضوح اختي الكريمة، كنت اسالك انت. نعم اختي الكريمة، طيب ألو. يعني ما هو مصدر دخلكم في ظل الوضع الحالي هذا؟ من اين تعولين هذه الاسرة؟ كيف؟ ايش مصدر دخلكم؟ يعني احد بيساعدك؟ لا يعني كيف عايشة؟ طيب كيف عايشين انتم؟ الله يرحمه كان ما عنده شراكه. نعم كان على باب الله. نعم. وهل عندك اولاد؟ عندك اطفال؟ ايوه اثنين عيال. اثنين عيال ويعيشون معك. طيب الشهيد ايهاب متى استشهد اختي الكريمة وفي اي جبهة؟ استشهد ب 2015. نعم نعم. إذا زوجة الشهيد إيهاب من عدن بإذن الله سيتم التنسيق ما بينك وبين مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية. شكرا جزيلا لك زوجة الشهيد إيهاب، وبإذن الله سيقوم فريق عمل البرنامج بالتواصل بك إن شاء الله. كما رأينا مشاهدينا الكرام، هذه زوجة الشهيد إيهاب، الشهيد الذي وهب روحه رخيصة لأجل هذا الوطن. يجب أن نقف وقفة جادة مع أسرة الشهيد، وهو أقل ما نقدمه لمن قدم روحه لأجل أن نعيش حياة كريمة، لأجل أولادنا، لأجل أحفادنا. أقل ما نقدمه لأسرة هذا الشهيد بأن يعيشوا حياة كريمة، حياة متعفة، حياة متوفر فيها أبسط مقومات الحياة الإنسانية. أيضا كما شاهدنا مشاهدينا الكرام، شاهدنا اليوم حالة إنسانية صعبة ومحزنة جدا لأسرة نازحة من الجراحي، وتركوا بيتهم في هذه المدينة بسبب الحرب التي هناك في الجراحي، وبسبب كما تحدثوا أنه يخافون القصف الخاطئ. تركوا منزلهم بكل ما فيه، والآن مشاهدينا الكرام يعيشون في منزل لا تتوفر فيه أبسط مقومات الحياة الإنسانية، لا يتوفر فيه يعني بطريقة بدائية. وأيضا توقف ابنهم عن الدراسة، وهنا أوصاها زميلنا في الداخل بأن تقوم بإكمال بيقوم ابنها بإكمال دراسته. وأيضا قدمت لها مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية مبلغ وقدره 100,000 ريال، وأيضا سلة غذائية تعينها على قضاء شهر رمضان الكريم. وطبعا مشاهدينا الكرام، مبلغ كهذا وأيضا كل هذا مشاهدينا الكرام لا يكفي. هنا نوجه رسالة للمحسنين، نوجه رسالة للمقتدرين، نوجه رسالة لمن لديهم ملاءة مالية بأن يساهموا في فعل الخير، بأن يدعموا هذه الأسر ومثيلاتها من الأسر. نحن هنا نعرض نماذج كثيرة للأسر، وهناك من يعانون أشد الفاقة وأشد الفقر في جميع المحافظات اليمنية. هنا نوجه رسالة لجميع من يشاهدنا الآن بأن يتفقدوا جيرانهم، بأن يتفقدوا من يحيطون بهم. هناك أكثر من 80% من اليمنيين تحت خط الفقر. هناك أيضا من ضمن هذه 80% 40% منهم يخافون المجاعة. بمعنى ما الذي يعني أنهم يخافون من المجاعة؟ يعني أنهم قد يخافون من الجوع، أن يموتوا من الجوع. مشاهدينا الكرام، هذا هو حال بلدنا. وإن لم نتكاتف ونتساعد ونتكافل ونساهم في فعل الخير في ظل هذا الوضع الذي نعانيه، فمتى سنساهم في فعل الخير؟ هنا ليس واجب وطني فقط، بل هو واجب إسلامي حظنا عليه ديننا الإسلامي الحنيف. إذا مشاهدينا الكرام، نؤكد هنا أنه بإمكان من كان يريد أن يساهم في فعل الخير ويحظ على فعل الخير، وأيضا من أراد أن يدعم، هنا عرضنا كثير من نماذج الأسر التي تستحق الدعم. كل ما عليه هو أرسال رسالة نصية SMS بكلمة وسارعوا، و سيقوم فريق عمل البرنامج بالتواصل به. أيضا الحالات الإنسانية التي ترى أنها تستحق الدعم، وكل ما عليهم مشاهدينا الكرام هو إرسال رسالة نصية SMS بكلمة وسارعوا، وسنقوم بالتواصل بهم.
إذا مشاهدينا الكرام، كما أسلفت، حرص ديننا الإسلامي الحنيف على فتح أبواب الخير للإنسان كي ينفق فيها ويبذل ويساعد ويساهم في فعل الخير وتقرب بماله إلى الله عز وجل لينال الرضا والرضوان والنعيم المقيم في الجنان إن شاء الله. ومن أجمل القربات التي وجه إليها الإسلام كفالة اليتيم، ولكفالة اليتيم فضائل كثيرة مشاهدينا الكرام، فهي طريق لمن طلب لين قلبه وعلاجا لقسوة القلب ورفقة للحبيب صلى الله عليه وسلم. سيكون لدي اتصال آخر مشاهدينا الكرام. هند محمد من عدن، أهلا وسهلا بك هند، ورمضان كريم وكل عام وأنت بخير. حدثينا هند عن حالتكم، عن وضعكم، كيف حالكم هناك في عدن؟ كل الحالة عندنا صعبة في عدن. نعم أختي الكريمة، أنت نعم أختي الكريمة، أنت من أبناء عدن أو من النازحين إلى عدن في ظل الحرب التي يعيشها وطننا؟ لا أنت من عدن. من عدن، طيب ما هو مصدر دخلك؟ نعم ما هو مصدر دخلكم أختي الكريمة؟ وحبذا لو تسمعيني من سماعات الهاتف، إيش مصدر دخلكم أختي الكريمة وكيف تعيشون في ظل هذا الوضع؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد، عايشين من نعمة الله. نعم، ويعني نوعا ما الحياة ميسورة لديكم وتستطيعون. هنا نوجه رسالة لك وللجميع بأن نساهم في فعل الخير، وندعو الجميع بما فيهم أنت أخت الكريمة أن نساعد الفقراء والأيتام وأن نساهم جميعا بفعل الخير. شكرا جزيلا لك أختي هند محمد من عدن، وكانت شاركتنا مشاركة بسيطة من عدن. وهنا أيضا نوجه رسالة للجميع مشاهدينا الكرام بأن له إن لم نتصدق في رمضان فمتى نتصدق مشاهدينا؟ هنا هذا الشهر الذي تضاعف فيه الأجر، تضاعف فيه الخيرات، تضاعف فيه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يتصدق في رمضان، يساهم في فعل الخير في رمضان، وهو خير قدوة لنا مشاهدينا الكرام. وأيضا مشاهدينا الكرام، هنا يعني إذا أردت أن تعرف المجتمع ويعني أي مجتمع، انظر إلى حال الأيتام في هذا المجتمع. نجد الدول المتقدمة، نجد الدول الصناعية الأولى لديهم دور رعاية الأيتام، ويساهم جميع المجتمع برعاية هؤلاء الأيتام. فالمجتمع الذي يتكاتف حتى لا يشعر اليتيم بأي حرمان، لا يشعر اليتيم بأي نقصان أو ألم أو ذل أو فقر، فهو مجتمع نوعا ما نستطيع أن نقول أنه بلغ أقصى درجات الرقي وبلغ أقصى درجات الإنسانية. أما المجتمعات الإنسانية التي يعاني فيها اليتيم فهي مجتمعات يعني من كان يعاني فيها اليتيم، يعني نعاني فيها من فقد أبيه أو أمه، فهو مجتمع وحشي لا يستحق أفراده صفة إنسان. ففي عالم الحيوان ربما يحنو الأسد على غزال صغير ويتيم، فما بالكم بالإنسان؟ وهنا نؤكد أن ديننا الحنيف كان سباقا في الحظ على عمل الخير ورعاية اليتيم. سيكون لدي اتصال آخر مشاهدين الكرام، ومعي فايزة محمد من عدن. أهلا وسهلا بك أختي فايزة وكل عام وأنت بخير. وأنت صحة وسلامة إن شاء الله. نعم أختي الكريمة، حدثينا عن حالتكم، عن وضعكم الإنساني في عدن. والله شوف بصراحة أنا حاسي، يعني أقول لك يعني أني إيش أقول لك، أقول إيش أهجر، أنا شوف مؤجرة في عدن، تمام؟ يعني معي راتب أبي 25,000، ما تكفيش، أنت عارف الوضع في اليمن، أنت عارف الغلا وعارف كل حاجة، ومعي أولاد عنده قلب هذا عمره 14 سنة، ومعي له تقرير طبي، ما قدرت أخرج له تقريره بأي مكان لأن الناس ما تودي الأمانة، ما توصلش الأمانة، أنا أعطيهم تقرير ما يوصلش الأمانة، ديش يأخذوها عليا، وأنا صراحة حاكي علم بالله، بس أنا أقول الحمد لله. فهذا يعني ما سمعتكم في التدريب في عدن، خسر الرقم حقكم واتصلت عليكم. نعم. يعني صراحة حاسي يعني علم بالله،
نعم. هذا اللي بطلع له أهل الخير، يعني اللي يحب الخير يحب الرحمة، فهذا رقبي بالخير تقدمه ربنا، يعطولي يعطولي ويوصولي يوصولي، واني قالتها في إيجار وراجع بي 25 سنة قصده إيجار، قصده أكل شرب، ابني تعبان، سنة قصده سنة أوديها. نعم صحيح. طيب هذا أنا ما شفتكم في القناة هذه قد والله بتصر عليكم، ويعني دائما باكل وباكل الخير، وهذا هو هدف برنامجنا. نعم نعم، فإذا هذا هو هدف برنامجنا بأن نكون حلقة واصل ما بينك وما بين المحسنين وفاعلي الخير وما بين أيضا الجمعيات الخيرية، ولدينا هنا جمعية أو مؤسسة شوكان رعاية الأيتام والأعمال الخيرية، فإذا بس حدثيني بس يعني ما هو يعني هل هناك مصدر دخل آخر غير 25,000 التي هي لا راتب؟ ما عنديش من احنا، شوف انا بكون معك صريحه واضحه، من احنا 10 اخوان ما حد يعطي لحد، من احنا 10 اخوان بس، انا هذا من معي راتب ابي، انا مطلقه. نعم شفت كيف، انا مطلقه معي راتب ابي، ما عندي اي مصدر، لا بياع مشتريه، لا عندي محلات، لا عندي دكاتين ولا يحزنون ولا شيء، على راتب ابي 25,000 فقط. نعم إذا أختي فايزة بإذن الله يعني سنقوم بالتواصل بك. تواصل بعيد. نعم أختي فايزة وصلت رسالتك إن شاء الله، سيقوم فريق العمل عمل البرنامج بالتواصل بك والتنسيق ما بينك وبين مؤسسة شوكاني رعاية الأيتام والأعمال الخيرية، وبإذن الله سينالك الدعم. كان معي فايزة محمد من عدن، تحدثت بأن تعاني من وضع بائس براتب والدها الذي هو 25,000 مش حاجة مشاهدين الكرام، 25,000 يعني في ظل ارتفاع الأسعار، في ظل الوضع الذي يعانيه وطننا، لا تكفي يعني لقوت ممكن 4 أيام 5 أيام، فما بالكم بشهر كامل. أيضا تحدثت عن أن ابنها يعاني من مشكلة في القلب، وأيضا هنا نوجه رسالة أيضا لإخوانها، يعني إن لم يكونوا هناك رحمة بأختهم فمن لن، هل يعني هنا يجب أن يعني تذكر الأرحام وصلتهم ومدهم بالمعونة المالية. 10 إخوان ولا يتذكرون إخوانهم، أعتقد أن هذا معيب جدا في حقهم. شكرا إذا فايزة، أيضا الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام، رأينا حالة إنسانية صعبة ومحزنة جدا، كانت الأسرة نازحة من الجراحي، غدا إن شاء الله سنعرض لكم حالة إنسانية صعبة أخرى وتستحق الدعم، موعدنا غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.